أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نشرت منظمة مراسلون بلا حدود وتحت عنوان عصر الاستقطاب الجديد تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم لعام 2022، واستند المؤشر في تصنيفه على عوامل أبرزها السياق السياسي لكل دولة والإطار القانوني لعمل الصحفيين والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والأمان المتاح للصحفيين في عملهم وتحليل الأوضاع في الدول. واحتل العراق المرتبة الأخيرة في مؤشر حرية الصحافة على مستوى الدول العربية والمرتبة 172 على مستوى العالم من بين 180 بلدا شملها مؤشر منظمة مراسلنا بلا حدود. ومن صور تهديد الصحفيين والناشطين المتكررة من قبل الأحزاب والميليشيات المتنفذة في العراق، تعرض منزل الصحفي قصي شفيق في حي الأمين في العاصمة بغداد، تعرض إلى هجوم مسلح من قبل ميليشيات تابعة لجهات متنفذة، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة والدة الصحفي ونجله بجروح متفاوتة. ويأتي هذا الهجوم على خلفية كتابات الصحفي قصي شفيق عن الفساد وعن نهب المال العام في العراق. دعونا نتابع ما قاله الصحفي قصي شفيق وصور منزله الذي تعرض لأضرار من أثر الهجوم، فلنتابع. رمي بسلاح أنفور عتاد كامل بالإضافة إلى رمانة يدوية، فلشوا البيت كل هذا جام قدامكم. هاي لأن أتحدث عن السراق المال العام والسفله، رموا البيت كله بهذا العتاد، رموا كله وهذا البيت كله رمان. عندي أمي هسه مصوبة، نقلوها للمستشفى وطفل. تعال وياي، هذا الجام كله تكسر برمانة يدوية من جبناء تابعين للجمارك. تعال للجمارك، واحد أخوه بوزارة الداخلية. تعال، هذا البيت باع، تعال صور البيت، صور البيت شلون نجمو هجم على أهلي. لك مرتزقة جبناء، كنت منتظركم أنا وقاعدلكم بالبيت ومحضر كل شيء، بس عارية جيتوا لأهلي فلشتوا البيت كله. تعال صور البيت، تعال فلشوا البيت كله. بابا عايب رمانة يستهدفون صحفي، وبيت كله رموا طلقات جرى لأن أتحدث بصوت عالي على سراق المال العام. دزيت عصابة بفلوس وأنا أعرف من دسهم، مكتب أبو الجمارك ويا شخص تابع إلى أخوه وزارة الداخلية، وراح أسمي الأسماء لمسمياتها، وراح أجيبكم واحد واحد راح أجيبكم. روحتوا الأطفال هسا أمي حالتها خطرة بالمستشفى، وطفل ابني صوبتوه وراح أرجحك في عشرة. هذا اللي صار الخراب بالبيت راح يرجع. جبناء كان جيت وجه بوجه، أنا قاعد لكم ومحضر سلاح الجيبي 24 ساعة قاعد، لأن أعرف الجبناء لغتهم السلاح والتهديد، بس ما تجون تروعون الأطفال وتضربون مرة عمرها 70 سنة وتفجرون البيت بهاي الطريقة. هاي لغة الجبناء. جبناء أنتم الرجال، كان جيتوا واجهتونا. وقد رصدت كاميرات المراقبة سيارة من نوع جيب سوداء اللون بدون لوحات تابعة للجمارك، تابعة لمدير مكتب المدير وحمايته، وهي تستهدف منزل الصحفي قصي شفيق برمانة يدوية وأسلحة بحسب هذا ما قاله الصحفي قصي شفيق. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. هاي سيارة جيب اللاريد السوداء اللي يستخدمها مكتب الجمارك، هاي اللاريد السوداء بدون أرقام، هاي الأمن الوطني القوات المسلحة، سيارة تتجول بها مسلحين وأنفور ورمانات بالسيارة. وين الأمن الوطني؟ وين الأجهزة الأمنية؟ هاي سيارة تتجول تابعة للجمارك، المكتب الجمارك، سيارة سوداء جيب لاريدو بدون أرقام، شلعين أرقامها ويفترون بها. هاي السيارة محملة أنفور ورمان وهجموا بيتي، فلشوا البيت والحجية مصابة وهجموا.
حكموا البيت ورموا طلقات الجبناء اللي تابعين للجمارك، واحد واحد أجيبكم، خاف عبالك كل الكاميرا صورتكم جبناء. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع، نتابع بعض التعليقات على فيسبوك. ومن هذه التعليقات، طبعا كانت تعليقات كثيرة ومتضامنة مع الصحفي قصي محمد، يقول لطيف، يقول القضاء سبب كل هذا الطيحان الحظ، فساد مستشري بكل مفاصل الدولة، ماكو قضاء يحاسب. طبعا هذول براحتهم يتحركون ويسوون اللي يريدوا، القضاء مسيس كما يقول محمد، بيد الأحزاب، ما حد منهم يتحاكم. أما الأستاذ أسامة محمد فقد علق وقال صعاليك وصار عندهم مناصب وأموال. أما عدنان فقال يعني عصابات عندهم عادي قتل البشر، العراق إلى أين، يتساءل عدنان. علي الصبار يقول بلد العصابات، والحلو بالموضوع لا سيطرة تكشفهم ولا دورية، تساؤل في محله. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من باب الأخ عبد الرزاق، يعني شاهدنا ما قاله هذا الصحفي قصي شفيق وهو من سكنة حي الأمين في العاصمة بغداد، وكيف تم استهداف منزله من قبل ما قاله بأنه حماية يتبعون لمدير الجمارك بسبب ما نشره من ملفات فساد حول الجمارك. التعليق الأخير قال هل يعقل بأنه لا سيطرة كشفتهم، وتساءل أين هي قوات الأمن، إلى متى يستمر استهداف الصحفيين والناشطين في العراق. مرحبا بك معنا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عندنا مثل عراقي يقول منين أجيب إزرار لزيجة هدف، منين أجيب يا دكتور عمار، يا ريت تعيد لنا يا منين أجيب، منين أجيب إزرار لزيجة هدف. نعم، يعني أنت تعرف كل زين، إحنا بلد فوضى، يعني ما عندنا يعني القائد أو الحاكم اللي يقود هذا البلد، يعني بلدنا يعني سايب بكل الأحوال، يعني لا يعني موجود قانون اللي يحمي المواطنين، ولا أكو يعني ناس اللي يعني تحمي المواطنين، يعني كل الأحوال البلد هو فاتو. أنا ما أعرف لهذا الصحفي شكاتي مش قايل، ما أعرف بس هو ما يجوز يعني تكميم الأفواه. الكلمة هي موقف الإنسان بالحياة. نعم. يعبر عن رأيه، عن ردود أفعاله. أنت من يعني تكتم الأفواه وتمنع الناس من إبداء الرأي وحرية الكلام، هذا ما يجوز. يعني أنت أنت راح تمشي على الغلط. يعني سواء شفت مسؤول أو غير، إحنا شفنا دكتور عمر. نعم. شفنا النظام السابق يعني بس تجيد ومدح، وهذا ما يسمع الآخر. يا أخي أنت إن تسمع الآخر تعرف الخطأ وين، فدول هم نفس المنهج يمشون. أنت يا أخي أنت لازم تعرف آراء الناس، تعرف المقترحات مالتهم. أنت مو بس هاي الشلة اللي هي وياك تمدح بيك، وأنت هاي الشلة اللي تمدح بيك ما تعطيك الأخطاء مالتك، ما تعالج الأخطاء اللي أنت تمشي بيها. أنت من تسمع الآراء والعقول حتما راح صح خطأك، فما يجوز تكميم الأفواه، ما يجوز هذا يعني الصراحة قتل الإنسان. زين، وين الأجهزة الأمنية عن هذه يعني الانتهاكات المستمرة؟ يعني تجي السيارة وتشمر رمانات وتضرب بنادق وتروح وما حد يلقي القبض عليهم، وين الشرطة، وين السيطرات، وهي بالعاصمة بغداد. هذا قلت لك يا دكتور يعني بلد صعب، بلد سايد، ما عندنا قانون ولا عندنا القانون اللي يحمون هذا البلد، فحتما تجيك يعني الميليشيات والعصابات اللي تقتل الناس. يعني انت اليوم عشت تحت رحمة رب العالمين، يكون قانون يحمينا ولا اكو يعني جهة امنية تحمي هذا الناس، يعني والا شنو هذا، شنو معناها؟ احنا اليوم البلدان وين وصلت، وين التطور مالتها، احنا عايشين بالفوضى.
ما يصير هذا، يعني المفروض هذه تتعالج هذه. واذا احنا تعال عندنا يعني جيش ما شاء الله، الشرطه مالتنا ما شاء الله، جنتها وزير الداخليه ولو الرجل هو قرر واعترف قال انا اقدر احرك جندي اذا ما اخذ راي قائد العمليات. مع كل هذا الدراك انت مسؤول على ارواح الناس. نعم. فهذه الفوضى يعني ركز عليك انت. نعم. ما معناته قائد ما يعني انسان ما تسأل هذا اللي تشغله. انا اشكرك عبد الرزاق من بابل، كان معنا اتصال ابو سميه من الانبار. تفضل ابو سميه. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي الكريم، اريد ان اخاطب الطبقه السياسيه في هذا البلد. نعم. الذين عابوا على النظام السابق الدكتاتورية وقالوا أن النظام السابق ما أعطى حرية للكلمة، واليوم أنتم تقلدون وتعيدون نفس الظلم، تعيدون تكميم الأفواه وقتل الأفواه التي تريد. أصبح معلوما عند أن هذه الطبقة السياسية لا تقبل من أحد أن ينتقد سياستها، والهجوم على منزل هذا الصحفي باعتباره مواطن وباعتباره صحفي من الكفاءات التي في هذا البلد، أين الحماية لهذا الصحفي وأين القوات الأمنية؟ المشكلة يا سيدي أن الخرق الأمني أو الاعتداء على حياة أحد المواطنين في هذا البلد إن صدرت من جهة عندها ارتباطات حزبية وميليشياوية فإنه هذا الأمر وكأن شيئا لم يكن. أخي الكريم، أعيب على هؤلاء السياسيين أن يقدم استقالته بسبب خروقات أمنية. كم من الخروقات الأمنية التي شهدها البلد، وكم من الأرواح التي أزهقت، والمسؤولون عن هذا الملف متبجحون يظهرون في الفضائيات. لو نظرت إلى وزراء بريطانيا عند قادر على تقديم الفائدة لشعبه قدم استقالته. نعم. أما هؤلاء فيموت الشعب كله وهم متمسكون بالكراسي، لأن همهم ليس خدمة الشعب وإنما همهم هو التمسك بالكراسي. وشكرا لبرنامج. شكرا أبو سمية من الأنبار. كان معنا أبو خطاب من الأنبار. تفضل أبو خطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بك. الله يسلمك. الله يخليك. شنو اللي تحكي على احنا؟ اكو صحفي ببغداد تعرض الى هجوم. الهجوم يقول هذا الصحفي بانه من قبل حماية مدير الجمارك لانه تحدث. تسمعني ابو خطاب؟ اي نعم اسمعك. اي، هذا الصحفي تعرض الى هجوم مسلح من قبل جماعة. يقول الصحفي بأنهم تابعين إلى مدير الجمارك لأنه تحدث عن ملفات فساد في الجمارك. نعم. إيه الفساد أبو أستاذ عمر، هو الفساد كل الناس للدولة كلها نخل. نعم. الفساد كلهم فاسدين. والله من رأس الهرم إلى أصغر موظف بالدولة كلهم فاسدين. وهذا من الصحفي الأخ الصحفي، من يحكي برا يقول الصحفي سولف وصحهم يجون يذبحونه، مو زين ما قتلوه. نعم. يعني ضربوه بس البيت، بس زين ما ذبحوه هو. اي هو طبعا أم الصوابات وابن الصواب شمروا عليه رمانات. نعم. ما عندهم مانع استاذ، والله ما عندهم مانع. يقتلونه بمي بارد وحد كلهم شارب له مي طاس مي بارد. ما عندهم يعني ماكو ضمير، ماكو غيره، ماكو ذمه. دولة والله مو دولة. حتى حيب واحد يقول زين وين القوات الامنيه؟ وين السيطرات؟ دخلت سياره ماكو، لا هي القوات الامنيه والله تشوفهم فجرت وطلعت. والله تشوفهم والله جاي تجون بالصيف الزروح. انت هسه من يمن؟ احنا من يمن منطقتنا من الانبار الى يمن ما تصل بغداد فوق ال 200 سيطره. يعني ما تقول لي شلون تطب هاي السيارات، شلون تجي، شلون تروح لهم بعلمهم. هم عندهم علم بيه استاذ عمر، والله عندهم علم بيه. هم يوجهونه وهم يقولونه، هم يدلونه.
اللي يجي يريد يخرب هم يدلونه. هاي مو دولة، والله مو دولة، هاي حتى عيب واحد يقول دولة. نعم. دولة عصابات كلهم اللي ساعة مو طلع مشعان يجيبون يقول كنا حرامية فاسدين. نعم. كنا حرامية وفاسدين وما نصلح للحكومة وما نصلح نقود بلد، ولا ما يقودون بلد أبو خطاب. نعم. أبو عمر والله ما يقودون بلد ذولا. نعم. وأنا أشكرك أشكرك أبو خطاب من الأنبار كان معنا. ننتقل إلى ملف آخر وهو الملف المتعلق بالبطالة في العراق والعاطلين عن العمل. تكشف بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، على الرغم من ثروة البلاد النفطية الضخمة التي يبدو بأنها لم تسهم في تحسين مستوى معيشة العراقيين نتيجة للفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية. آخر الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7% وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، ما ينذر بتفاقم حالة سخط شعبي قد يقود إلى احتجاجات مماثلة للاحتجاجات العارمة التي اندلعت عام 2019 وأدخلت البلاد في أزمة كبيرة. ويتفق المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي على أن نسبة البطالة مرتفعة في العراق مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات، وفي تصريح صحفي العام الماضي قال بأن جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات خلفت أزمة اقتصادية وانكماشا ماليا فاقم من معدلات البطالة والفقر في البلاد. وتبلغ نسبة البطالة في العراق بحسب أرقام وزارة التخطيط أكثر من 30%، ولا تزال معدلات البطالة في ارتفاع مستمر دون أي حلول حكومية تذكر للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، حيث أغلق خريجو الجامعات والمعاهد النفطية البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار للمطالبة بفرص عمل، واحتجوا على التسويف الحكومي لمطالبهم وتوعدوا بالتصعيد في حال استمرت الحكومة بتجاهل مطالبهم. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات الخريجين في محافظة ذي قار. الخطوات الباقية كلها خطوات تصعيدية، ما في شيء اليوم عندنا حصان طبيعي تجي بالشغل الطبيعي. النقطة هي وش حاصل؟ أنت إذاك تجي على تعيين، ما في اليوم فلان جاي لها والله أنا إذا سجلت نقطتي وأروح، هاي عقوبة الانتقالية. أنت اليوم طالع على هدف يا أمه تحققك يا أمه تخليهم تروح لا يعرفون. بنات العباس واحد من الناس أنا يومي 6000 دينار وأنت قلنا كروتي كلها 6000، أروح بالثلاثة وأرجع بالثلاثة. معنا اتصال لأبو عبد الله من أو محمد من أمريكا قبل أبو عبد الله، تفضل محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا هلا بيك. أستاذي العزيز، هم لا خلاه ناشط، لا خلاه صحفيين. كفيلك الله بأمورة السيطرات، هاي الميليشياوية قاعدة بالعراق بغداد، كلها الشرطة والجيش. كفيلك محمد، هل صار فيه حادث نفس حادث الأخ الناشط؟ أنا هم خطفوني، كفيلك الله حطوني بالجنطة، يفوتون بيوم السيطرات يسلمون عليهم. علي وياكم علي يصرحوا لهم. عمي يا علي يا كريم، عمي دمروا لي البلد. كفيلك محمد كلهم ولاهم لإيران. عمي إيران والله دمرت البلد إيران. بس ذولا إن شاء الله نهاية 2003 أبو عمامة وأبو قاط حيشك حينداسون بالقندرة. أحيظهر أبو هجلة. والله العظيم حيظهر أبو هجلة. أبو هجلة موجود في أمريكا. كفيلك الله. وين موجود محمد؟
محمد 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 خلينا نتكلم بواقعيه. صدام حسين العدم بال 2006 يعني ما يصير احنا نضحك على المشاهدين. عمر هاي مسرحيه يا اخي. شنو مسرحيه؟ شنو مسرحيه اخي؟ اخي العزيز لا هذا الكلام غير مقبول. انت تخالف الوقائع وهذا مخالف للواقع وللمنطق. ارجوك اصبر. شنو نصبر؟ ما يصير هذا الكلام. لا هذا الكلام مردود عليك. لا 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 هذا الكلام غير صحيح وهذا ضحك على الذقون وضحك على المشاهدين. بل المشاهدين لا اخي محمد اخي محمد كون واقعي كون واقعي في الطرح وعلى كيفك لما تتكلم ولك الحق الانتقاد بدون تجاوز. اما انه انت تقول على شخص مات صار له سنين تقول موجود وهذا هذا كلام غير صحيح. ارجوك استاذ عمر هم سمعوا من 2003 سمعوا من العراق. يعني الانسان لا يعود الى الماضي بل يتقدم يتعلم من اخطاء الماضي. يتعلم من اخطاء الماضي. عمر تاريخ سجله. نعم. مو جايبين هذول عشاك الحساله جاي يحكمون العراق. نعم. ولا هم ليره. ليش للعراق ولا هم لايران؟ ماشي محمد كفيلك الله. ابو عمامه وابو قاب وابو عقال لا تقول لي لا تقول لي دوله ولا هم للعراق. كفيلك الله. وانا ما قلت لك هم يحموه هذول. انا ما قلت لك ما قلت لك انه ذوله. وانا مو قاضي حتى احكم على هذه الطبقه السياسيه او غيرها انه ولاها. لكن نتكلم بوقائع. احنا ننقل الوقائع اللي موجوده على الارض. محمد من امريكا كان معنا. ابو عبد الله من صلاح الدين تفضل. ابو عبد الله استاذ عمر اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك تفضل استاذ عمر. اذا عقب على كلام ابو سمير الانبار. نعم ابو سمير الانبار يقول بزمن صدام حسين مكممين على افواه. احنا عفنا من صدام حسين هسه لان الشباب راحت من الصقراويه. وين راحت؟ أستاذي خلي يجاوب نفسه. هو خلي يجاوب نفسه. نعم. يعني شباب راحت من الصقراوية وشباب راحت من صلاح الدين وشباب راحت من سامرة وشباب راحت من ديالة. يعني هاي شنو ذنبها؟ يعني هذا هم النظام السابق أخذ هم النظام من طابيع البيت وبرمانات وطلقات. وقت صدام حسين شوف أنا بالنسبة لي أنا فلاح وغنم. نعم. يعني لا موظف ولا منتسب ولا ما عندي كل وظيفة يعني. نعم. اللي يضرب طلقة بالهواء ينحكم 6 شهور ويتغرم 1,000,000 دينار. يعني هسه صارت الرمانة والعبوة والسلاح المنفرد. هذا السلاح المنفرد ما قومت تطلع الشاير بلد الجنوب. نعم. متكاونة أجرها مو مثلها وطول القتال طول 2 أو 3 وأكثر ويجوز كل النهار في هذا القتال. يعني هاي وين الدولة؟ وين الردع مال الدولة لها؟ وين يقولون احنا قضاة؟ القضاة يحكم على الفقير بس. نعم. هذا يقول انا مرتبط كل المسلمين. وضع يقولي يقول انا اول الناس حرامي. وحنا انا ستلاقي تقول كيكه وقاتلناها. نعم. العراق مال ابوج من نعل ايده لابوج لا 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 لا, لا بدون تجاوز ارجوك. ابو عبد الله ابو عبد الله بدون غلط. ماشي بس بدون غلط. لا ما يصير حبيبي بدون غلط. يعني اندمرنا يعني ماشي. انا حاسب انا مواطن ماكو. نعم. واحنا نجيب مخضر من السليماني. نعم. من نجيب طريق الميشات كان في طريق لليتيمة. يا اخي تجيب شيء من يعني هاي سيطرات لو عصابات. نعم. يعني قل له يعيش عيداك رزق حلال عيدا يبيع ماكو عيدا راح بكروة. يقول لك والله ليش يجيب مخضر؟ جيب شي ممنوع. جيب شي هاي وياي صارت. أنا على احتياك وأنا مسؤول عن كلامي. ماكو شي استاذ عمر. احنا من عندنا تكلي ليش تسب؟ أسب من القهر يا أخي. يعني الفتح بصية على رصيف ما يقدر يجر محل. جت البلدية شيل. نعم. يفتح من يفتح شيل. يعني وين يروح الحل؟ الله المعين الله المعين. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. اتصال من العاصمة بغداد. صباح من بغداد تفضل. صباح
السلام عليكم استاذ عمار. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم بقناتكم الكريمه. يا اهلا بك. طبعا المواضيع اللي نحكي بيها يعني نعم. اي موضوع تحكي بيه، اي ملف لاي وزاره لاي انجاز عندهم يحكون بيه، هم صاروا ابطال ومجاهدين، والحشد هذا الميليشياوي اللي جاي يهيئون له ويعدونه ان يكون مثل موازي للحرس الثوري مثل ما حكى المالكي. فالعراق اصبح يعني اصبح مع الاسف عليه بلا سياده بلا قوة عسكرية. مع العلم إذا ننظر إلى وزارة الدفاع ونشوف المليارات اللي انصرفت الوزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية يعني مبالغ خيالية. تيجي على الحدود فالتون، تيجي على الوضع الملف الأمني داخل بغداد فالتون. يعني هذا الإعلام اللي استهدفهم بيته برمانة، شنو الأسباب؟ يعني هسه لو أكو أجهزة أمنية وعندهم ضباط مخابرات حقيقيين، هو حكم موضوع ميناء البصرة والفساد. إذا اللي مهيمنين على ميناء البصرة والميليشيات اللي موجودة ومستفادة من هذا المنفذ هي يعني هي أعطت الأمر إلى استهداف منزل الصحفي. يعني هاي مبينة ما يحتاج لها، ليش الفترة كلها ما انضرب إلا ما حكم ملف الفساد ميناء البصرة وكل الموانئ بها فساد. يعني احنا في شمال العراق 4 معلنه و11 منفذ ما حد يعرفهم، ماكو اوليات لهم، موجوده 11 منفذ. اذا العراق اصبح يعني فالتون على هذا حكم الحكم العتاقه واللي يقول لك احنا دوله. اي دوله حشد الشكل بفتوى مرجعيه، انتهت فتره داعش وصار التحرير وصارت الامور، يعني بعد هاي انتهى الموضوع. يعني انتهى الموضوع، شلون يصيرون مسيطرات ويمسكون ملف امني ويصعدون الى الباصات والسيارات ويطلبون هويات ويطلبون يدققون اسماء مطلوبين؟ هذا مو واجبكم انتم. انتم تقولون احنا فتره حررنا المحافظات، صاروا بقرار من البرلمان يتبعون القائد العام. نعم، اذا هو القائد العام للقوات المسلحه. اذا هذا الموضوع معد الى سابقا، هاي شغله الميليشيات البدر وحزب الدعوه مثل ما تكلم المالكي يريد لها غطاء ديني وغطاء قانوني يحميها. فإذن أصبحت دولة ميليشيات احنا، ما عندنا فتشي يذكر لهم حسنة أو إنجاز يذكر إلى كل الدول الحكومات المتعاقبة بعد 2003. نعم. كل فساد ومخدرات وقتل وتهريب للنفط، وتيجي على النفط اللي أغلبيته من جنوب العراق تشوف وضع العمارة والكوت ووضع البصرة يرثى لها، مي حلو ما عدو، مي زراعة ماكو. إذا أي دولة أنتم تقولوها اللي هي محسوبة مع الأسف، أنتم تحجون من مظلومية الحسين ومحسوبة على المذهب الجعفري، وأنكم أنتم جايين تنصرون المذهب، وتيجي على أتباع المذهب أخوتنا في جنوب العراق تلقاهم حالتهم يرثى لها. يعني قياسا في شمال العراق الإقليم أو في المناطق المخربة اللي هي خربوها داعش والحشد اللي دمرت الآن وضعها الأمني ووضعها الاقتصادي والبنية التحتية اللي جايبنون بيها في الأنبار وفي الموصل، أيسر الموصل وصلاح الدين أحسن من البصرة أم النفط وأحسن من حتى العاصمة. صباح مداد كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو أحمد من بريطانيا، تفضل أبو أحمد. حياك الله، حياك الله، المشاهدين أهلا وسهلا، جميلة. يا أهلا بك. يعني إذا تعطيني فترة زمنية فضل بسيطة، لأنك موضوعين عندك اليوم نشرتين جدا جميلات، موضوع الاعتداء على الصحفي قصي وموضوع المظاهرات. نعم. إذا تسمح لي على الموضوع الأول، هو هذه المنظومة أصلا أسست لنشر الفساد في العراق، يعني من خلال المحاصصة انه شخص يجيبوه يعطوه منصب لي قدام شرطين عليه، ان حصه هالقد والباقي شتري بتاخذ، احنا ان حصه ثلث او ربع او الى اخره. فهذا اوتوماتيكيا هو جايبه فاسد، ما جايبه ضمن برنامج ضمن مسطره يحطوها انه يستحق كذا هذا المنصب. فلذلك نشرت بالعراق جميع انواع المحسوبيات والفساد. هذه المنظومه كلها يحتاج لها انهاء ان شاء الله بحق محمد يا رب العالمين، تنهى هذه المنظومة، لان الشعب شعب مسكين وما يبقى هذا الحال كما هو عليه. وانا اتألم مرات من اشوف الناس تقول هيهات من الذلة، يا ابو مو تعيش بنص الذلة، يا هيهات من الذلة، مو الذلة انت متغمس بنصه. هذه واحد. اثنين، حول موضوع التظاهرات. هذه المنظومة انا اسميها المنظومة الفاسدة، ما اسميهم لا احزاب ولا سياسيين، يعني دول مو سياسيين ولا أحزاب، الحزب هو يخدم البلد يخدم الشعب، ذولا لا أحزاب ولا سياسيين، ذولا منظومة فاسدة. طلعوا أسسوا جامعات كثيرة جدا، يعني أنا أتذكر تخرجت من الجامعة التكنولوجية، وزارة التخطيط عينتني ضمن المكان اللي تشوفه مناسب، تعينت
رحت اشتغلت وقدمت عملي بشكل صحيح إلى آخره. ذولا أسسوا جامعات، هاي الجامعات تأسست على أساس تخدمهم لهم بالدرجة الرئيسية. خرجوا أعداد ضخمة جدا في اختصاصات كثيرة، فهاي الأعداد ما ممكن الدولة، أنا هم يعني مو أقصد هاي الدولة، لا هاي مو لا. دولة هاي منظومة، ما ممكن أنه أي دولة بالعالم تقدر توزعهم على على الـ 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 المناصب أو على الوظائف الدوائر. نعم. على الدوائر. فأنا ما أطيل عليك، كان الحديث طويل وأشكرك جدا أستاذ عمر، تحية لك ولقناتك الرائعة جدا. شكرا يعني. شكرا لك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا. نذهب أو نبقى مع المطالبة بفرص العمل وموضوع البطالة في العراق. تظاهر عدد من الكسبة من محافظة ذي قار أمام مبنى مجلس المحافظة، وذلك للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. الكسبة قالوا بأنهم مستمرون في احتجاجهم لحين الاستجابة لمطالبهم، متوعدين بتصعيد التظاهرات في حال استمرار التجاهل الحكومي لمعاناتهم. دعونا نتابع هذه الصور. ونذهب إلى تعليقات العراقيين حول هذا الموضوع. فؤاد السعيدي قال: من المعيب والمخزي أن ترى المليارات تذهب يمينا وشمالا ولا توجد خطوات لتصحيح المسار الحكومي الفاشل الذي يجعل من الخريجين يفترشون الطرقات في هذه الأجواء اللاهبة. يقول: إلى متى يبقى هذا التخبط وسوء الإدارات؟ بلد كالعراق يطفو على بحر من النفط وأبناؤه وبناته هذا حالهم. يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما مصطفى محسن فقال: لا تراجع لحين تحقيق المطالب المشروعة. عامر قال: الخريجون في زمن الجوع والغلاء وغلاء الأسعار وانعدام فرص العمل وارتفاع أسعار النفط غير المسبوقة يتساءل أين حقوقنا؟ لا توجد عدالة اجتماعية. علي حبيب يقول: اعتصامنا وتظاهراتنا سلمية، نحن كخريجين أناس أصحاب حقوق نعيش تحت مستوى خط الفقر، نطالب بلقمة عيش في بلد الخيرات، بلدنا العراق، أنصفونا بتوفير فرص العمل في مؤسسات الدولة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. وإلى ملف المياه في العراق وخصوصا في محافظة البصرة. كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط بأن ما يقارب من ثلث سكان المناطق الريفية يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، في وقت ما زال يشكو فيه سكان بعض المدن الكبيرة من شح المياه الصالحة للشرب، كما في مدينة البصرة أقصى جنوب البلاد. وتعاني هذه المحافظة منذ سنوات من ملوحة المياه وتلوثه وأخيرا انقطاعه بشكل كامل عن بعض الأحياء السكنية. ويبقى المواطن العراقي يتساءل: هل من المعقول بأن محافظة كالبصرة مليئة بالخيرات ووضعها الخدمي بهذا السوء؟ وأهم ملف يهدد حياة المواطن يعامل بهذه الطريقة من قبل المسؤولين، ألا وهو ملف
المياه. مواطن بصري يتحدث عن معاناتهم مع مياه الشرب الواصلة إلى المنازل. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن من محافظة البصرة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أصبح المتوفر بالبصرة النفط أزيد من الماء. خلي يسمع كل العالم والعراق والأمم المتحدة، قسما بذات الله صار أيام وأسابيع وأشهر نسحب بهاي المضخة ماي. تعال صور لي هذا المطار، ماكو ماي بالعباس، ماكو ماي. ها تفضل. يعني عجيب السيد مدير ماء البصرة بصراحة ما محترف بالبصرة، جاي تناشدنا ومن ضمنهم أنا منطقة التميمية، حيانية، الكفاءات، أم النعاج، أبو الخصيب، عدد من قضاء شط العرب وعدد من مركز المدينة، ماكو ماي. وفي حال نسهر عليه بالثلاثة بالليل طبعا وبالأربعة الفجر انسحبه موضة وأخضر ومالح. سؤال يا مدير ماء البصرة، بالله عليك أريدك يوم نازل وزايل لك قاطع، زايل لك أنبوب. من ظهرنا للساحة اليوم عالجنا لك بالألف أنبوب، وكل أنبوب عطل 4 سنوات صار لك. سيد محافظ البصرة سؤالي إليك، مركز على حملة التجاوزات والتبليط فقط بالبصرة، يعني ما أريد ماي، ما أريد علاج بالمستشفيات، أدري شلون بالله، يعني هواي أمور معطلة بالبصرة وضعف الإدارة المحلية ومتهين تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر والأصغر، وأنا ما عندي ماي بالبصرة. إلى أين؟ وين تردون توصلون؟ أين خرجت أموال الماي؟ خلي المواطن شوية شغل لي عقله، بس التبليط مقتنح به، جبنا 3 تريليون للماي، شبيك يا مواطن؟ يا مفوضية حقوق الإنسان، يا منظمات المجتمع المدني، الفرق التطوعية، تحدثونا عن الماي شوية، لا تخلونا بس بحنا بالوجه. سيد محافظ البصرة سألنا السيد مدير ماي، يعني شوية قل له سيدنا دير بالك علينا، انزل للشارع، انزل بقواطعك، انزل للمدراء، قنواتنا التلفزيونية والله كل العتب عليكم، أشوفكم بالمهرجانات 1 على 1، بس بقضية تقوم حياة المواطن ما بمضخة أسحب شرفكم، بمضخة عندي نفط وما عندي ماي، أصف وأوزع للمحافظات، وين تردون توصلون؟ نعم، نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع ما قاله هذا المواطن البصري. ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك، إسحاق حنون قال تعال شوف حال أم قصر، يقول مالح وماكو يصب الأسبوع يوم واحد. أما أحمد فقال وين مشروع ماء البصرة الكبير اللي خبصونا به؟ يتساءل. حسين يقول الماء يطين وملوح تذبح، هاي إنجازات المحافظ. علي الساعد يقول والله صحيح الماء لا يصلح للحيوانات كما يقول علي. معنا اتصال أبو عبد الله من أربيل، مرحبا بك معنا أبو عبد الله، تفضل. الله مرحب بك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، أحييك وحيي المشاهدين. حياك الله، يا أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني بس شاي واحد يحكي جماعة الإطار التنسيقي اللي هم حاسين نفسهم على أساس حماية الشيعة. داي قد هذا شغل احنا ذا بالشمال المناطق الغربيه وما غربيه كلها ما يجي من ايران ويوصل للجنوب. اذا شويه عندهم كره فليحكون على هاي بس اذا عندهم. وثاني شيء يقولون رشحت عبد العيداني على اساس رئاسه الوزراء زين ارشد هو مصر ما يبدا اهل البصره على مدى قرن العراق هو محافظته هو نفسه خلي اهل البصره يقومون عليه يقولوا شنو هذا ترشحوا لنا اياه هاي اثنين. عندي شغله ثانيه الله يخليك ترى احنا عندنا المتنفس الوحيد عندنا انتو لما الشيف قرب مثلا العراقيين كلهم ضقت قلوبهم من القهر يعني اذا واحد يحكي لك شاي حكايتنا ارجوك لا تقاطعه يعني خلي طلع قارن الدرجه يعني ماشي ابو عبد الله على العين وعلى راس بس لا لا ابو عبد الله هاي ساحتكم وهذا من برا بس ابو عبد الله والله سكت قلوبي بس اذا يصير غلط هذا غير مقبول بي ما يصير هم ابو عبد الله لا 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 اخلاق الانسان ولا اخلاق المسلم ولا اخلاق العراقي إن كان عدوك ولا صديقك على الهوى على الهوى وقاعدين الناس الطفل ولا لا ما مقبول الغلط
أما تعبر عن رأيك عبر، هو هذا منبرك وهذا صوتك. عبر عن رأيي شو نعم. أما تغلط. الله يسلمك. الله يسلمك. إذا عاد تصحى إذا عادهم يصيحون يهيلون. السنة أحفاد ما بيشيلوا إلى كرام عملاء. إيه هذا هذا هذا. كل إنسان أبو عبد الله كل إنسان يمثل خلقه وتربيته ونشأته، خام ما إحنا نصير مثلهم. طب والله أنا حاجة شاغل قبل. لا 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 مو انت تقول نعم يا تقول انت متنفس عملاء اسرائيل نعم ما مدى ايش يسوون إيه لا لا انت لا بس مو واحد مثلا يطلع يقول هيك من ابوه هيك ما يصير ما يصير لا لا هذا اي هو هذا اللي نقصده السب والغلط السب والغلط ما نقبل به نعم نعم ابو عبد الله استمر استمر ابو عبد الله نعم. إيه هو هذا حكي بس إن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله نخلص بس أقول لك. نعم. كنت الأستاذ شو اسمه هذا فاق الشيخ علي حجل ترى كل هذا كل خايفين ومرعوبين. أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل كان معنا نذهب إلى. ملف الواقع الخدمي في العراق والبنية التحتية المتهالكة طبعا يعني تعاني أغلب طرق العراق في الوسط والجنوب من غياب المتابعة والصيانة وذلك بسبب تفشي الفساد وتلكه المشاريع وسرقة الأموال المخصصة من قبل القائمين على هذا الملف طبعا بحسب إحصائيات وأرقام حكومية وبرلمانية من صور سوء الخدمات ما صوره أحد المواطنين من محافظة ديالى حال الطرق الخارجية للمحافظة التي تربط شمال العراق بمدن الوسط والجنوب التي تعاني من التهلك ووسط غياب الدور الرقابي لإعادة تأهيلها دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة ديالى خصوص الطريق الرابط ما بين قضاء المقدادي ومدينة بعقوبة يعني تعرفون أن هذا هو الطريق استراتيجي يربط المحافظات الشمالية بمحافظة بغداد المشكلة هذا الطريق صارت بعملية صيانة جزئية اللي هي عملية القشط قشطوا الطريق وصارت بها النتوءات الحادة ونهاية كل عملية قشط راح تلقى هاي الحواف الحادة اللي إذا ضربت التاير ممكن تطقق التاير وتسبب مشكلة وتسبب كارثة وخطر على حياة الناس ما نريد نحكي على الأضرار اللي راح تصير على السيارة لأن هي مو بأهمية أرواح الناس فاللي نرجوه من محافظة ديالى أنه يسرعون بمعالجة هذا الطريق وهاي المشكلة لأن الصراحة يعني سالفة المقاولين وشغلهم يشتغل هنا رقعة ويروح يشتغل هناك رقعة مواطن من العاصمة بغداد يتساءل هو الآخر متى ينتهي إعمار نفق العلاوي وذلك بسبب تلكؤ مشروع إعادة هذا النفق الذي لا يتجاوز طوله أمتار منذ أكثر من شهرين الشيء الذي تسبب بزحامات مرورية خانقة في العاصمة بغداد دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق فلنتابع هذا النفق اللي من الزوراء باتجاه العلاوي صار شهرين هو النفق كله كدني ما بي المسافة كلش قليلة هاي 5-6 عمال يوميا هاي خبطة صغيرة جيسين يمكن واحد وهاي صار لهم شهرين النفق حيوي وسط بغداد هذا مستوى الانجاز ويدارون استثمار الجماعة النفق صار لهم شهرين أربع نفرات نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع سوء الخدمات وحال الشوارع ومعاناة المواطنين عبد القادر يقول كل هاي الهوسة على مود يصبغون الرصيف ويرقعون الشارع بشوية تبليط يقول هذا اليوم فتت من يم شفت عامل فقط مخليه يصبغ جدران النفق كله تخيل هاي المساحة كلها يصبغها عامل واحد يقول شو وقت يكمل يقول كلاواتكم
ما تخلص. أما ندى فقالت خل يتعلمون من الغرب بليلة ويوم يبلطون الشوارع بالعراق فخمس سنوات يبقون في الكل وشارع تقول حسبي الله. أما عماد فقال الجمعة عبارة من مسدود لحد الآن والعمل صار أكثر من شهر وماكو أي إنجاز. يقول أحمد مو مهم الناس المهم هم يستفادون. نعم دعونا نذهب إلى فقرة الهاشتاج. ناشطون ومدونون عراقيون أطلقوا واسم محاكمة المالكي مطلب شعبي للمطالبة بإحالة المالكي للقضاء بعد التسريبات الصوتية له التي أدانته بشكل مباشر في الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين. وأشار بعض المدونين أن هناك مشكلة تكمن في القضاء الذي يحابي المجرمين ويحاول تبرئتهم من التهم في حين يتم تنفيذ أقصى الأحكام بمن نادوا بوطن حر. ومن هذه التغريدات تحت هذا الوسم نقرأ تغريدة لمصطفى يقول فيها قتل ونهب وسلب وتخاذل وتآمر على هذا البلد وقتل شعبه حاكم هذا الطاغية. أما أحمد فقال المالكي هو سبب كل مآسي العراق وهو سبب الفتنة الطائفية التي دمرت العراق. لا ننسى الشرارة التي أطلقها بعد أن نفذ هو وإيران تفجير المرقدين مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء. يقول 1400 سنة السنة لم يمسوا المرقدين فجروها وطلع بتصريح يقول حربنا حرب يزيد والحسين. علي يقول على ما أعتقد وكواقع حال يراد أن تظاهرة وطنية ضد كبير القضاء لأنه لا إصلاح إلا بإصلاح القضاء واقتلاع كبيرهم أي الحلقة الأخيرة من الدولة العميقة. يقول إبراهيم حقا هذا مطلب شعبي لكن عند أي قضاء يجب أن يحاكم. يتساءل عند القضاء الذي يحكم على الفاسدين والسراق بسنة مع وقف التنفيذ ثم يحكم أو يحكم على متظاهر بعشر سنوات يقول هكذا قضاء غير جدير بالثقة. ولو تمت محاكمة المالكي على يد هذا القضاء فسيتم تبرئته لعدم كفاية الأدلة. محاكمة المالكي مطلب شعبي. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.